السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مرحبا بأحبتي في الله ومتابعي قناة إلكترو المصطفى. إذا أعجبكم الفيديو أتمنى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لكي يصلكم الجديد. موضوعنا اليوم على هاد لامونطاسيون خاص ب 12 فولت خاص بالكاميرات أو علبة التغذية أو سويتش. يعني سويتش يعني تعطي 12 فولت إلى 4 كاميرات وما فوق. هاد لامونطاسيون خاصة بأربع كاميرات وتوجد لامونطاسيون أخرى خاصة بثمانية ستاش وهكذا. وهذا الموضوع للمبتدئين للإشارة فقط. طريقة تركيب يعني الأسلاك الخاص بالفولت في لامونطاسيون، وهذا أيضا خاص بالفولت في مع الكاميرا، وهذا خاص ب يعني ادخال الصوره الى دي في ار. قمت بفتح هذه علبه التغذيه او لامونطاسيون لكي اقوم بالشرح عليها. يعني هنا مكان دخول 220 فولت، 220 فولت تذهب الى هذا الديود بريدج، الى هذا المكتف، وتخرج من الشوبر 12 فولت الى هذا الاماكن. يعني في هذه علبه التغذيه توجد اربع اماكن ل 12 فولت. عندما يكون يعني الفولت كثير او ناقص نقوم بزياده في هذا الفاريابل او انقاص منه، نقوم بتدويره هكذا. الان طريقة توصيل الكاميرات مع علبة التغذية او سويتش او لامونطاسيون. هنا توجد العلامات يعني خاصة بالفولت، هنا يوجد ناقص، هنا زائد، هنا ايضا ناقص، زائد، ناقص، زائد، ناقص، زائد. يعني هنا سالب، هنا موجب، يعني 12 فولت في هذا الرجل والارضي هنا. طريقة التركيب سهلة جدا. دائما في كابل الكهرباء السلك الخاص بالفولت يرمز اليه باللون الاحمر، والارضي او السالب يرمز له بالاسود. طريقة التركيب سهلة جدا. نقوم بتعرية هذا الخيوط على هذا الشكل هكذا، ونضع كل سلك في مكانه كما قلت فيه الأول. يعني الأحمر هو الموجب والأسود هو السالب. نقوم بفتحه على هذا الشكل نقوم بفتح الأسلاك هكذا، ونقوم بلف الأسلاك على هذا البراغي على هذا الشكل هكذا. ونفس الطريقة مع السالب أيضا. يعني الطريقة سهلة سهلة. يجب أن تضع يعني السالب مكان السالب والموجب مكان لكي لا يحترق الفيزيبل أو الفيوز، لأن عندما تقوم بالتماس أو قلبهم يمكن أن يحترق الفيوز. هنا يوجد السالب، يعني نضع هذا قبل أسود. والأحمر مكان زائد، يعني الموجب على هذا الشكل
الآن تم توصيل الأسلاك في مكانها، يعني الأحمر في الموجب والأسود في السالب. والطريقة وفي الجهة الأخرى، يعني هنا سوف نقوم بتوصيله مع الكاميرا، سوف نقوم بنفس الطريقة بهذه الأداة، يعني هي أيضا يوجد فيها الموجب السالب، يعني ناقص زائد، يعني الأحمر مكان زائد، الأسود مكان ناقص. نقوم بتعرية السلك على هذا الشكل، يعني الطريقة سهلة، ولكن طلب مني أحد مشتركي القناة أن أقوم بهذا الموضوع، ولهذا لبيت طلبه، لأن ممكن أن يرى بعض المشتركين هذا الفيديو، يعني طريقة سهلة ليست لا تحتاج إلى الشرح، ولكن هناك أناس يريدون الشرح في كل شيء حتى ولو نرى ونحن سهل. هذا الفيش نقوم بوضعه في الكاميرا لكي تشتغل هكذا، يعني الطريقة سهلة جدا، يعني الأحمر في الموجب هنا وفي الموجب في علبة التغذية، والأسود في السالب في هذا الفيش وفي علبة التغذية في السالب. الآن نمر إلى طريقة تركيب الفيش، يعني هذا الفيش الذي يأتي بالصورة، يعني نفس الطريقة في أما هنا يعني هنا سوف نقوم بتركيبه في دي في ار. نقوم بتعرية الكابل على هذا الشكل، يعني الطريقة سهلة جدا، لا ليست صعبة، ونقوم بإرجاع النحاس إلى الوراء، نقوم بفتح هذا على هذا الشكل هكذا، ونقوم بإدخاله هكذا، نقوم بتعرية هذا السلك الوسط، يعني الطريقة سهلة. نقوم بلفه على الطرف الثاني لكي يثبت جيدا، نقوم بفتح هذا يعني البراغي الصغير هكذا، ندخله على هذا الشكل، ونقوم بتثبيته جيدا. هذا السلك الوسط يجب ألا يمس هذا الأرضي، ونقوم بدفع السلك بلف هذا الشعيرات، يعني الخاصة يعني بالسالب للصورة، نقوم بإدخاله هنا لكي لا يقوم بالتمس. وفي الفيش توجد قطعة بيضاء، نقوم بإدخالها هنا لكي لا يكون التمس، ولكن أنا ليست في هذا الفيش، لهذا سوف أكتفي بهذه الطريقة هكذا، لا يمس هذه الشعيرات السلك الوسط، ونقوم بإرجاعه على هذا الشكل. هو الآن هذا نقوم بربطه مع دي في ار، ونضع فيش آخر في جهة أخرى للكاميرا بنفس الطريقة، ونقوم بربطه مع الكاميرا لكي تظهر لنا في دي في ار. هذا كل شيء في هذا الموضوع، أتمنى أني موفق في الشرح. إذا أعجبكم الفيديو الاشتراك في القناة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.